حضر السادسة ثانيا صلاة القصر سنة مؤكدة في السفر، رخصة من ربنا سبحانه وتعالى، يعني شيء ربنا بيتسامح فيه، هدية من الله، صدقة تصدق بها على العباد. والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. لكن قبل ما ندخل في الموضوع، كثرة الأخذ بالرخص ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. فننتبه، لازم ناخد نفسنا بالعزائم، مش كله رخص، مش كله رخص. طبعا هذه الصلاة التي تتناسب في الوقت هي اللي بيحصل فيها الايه؟ بيحصل فيها القصر، الصلاة الرباعية، مش كده؟ لكن عندنا الفجر والمغرب ما ينفعش، المغرب هنصلي ركعة ونص، والفجر هنصلي ركعة، ما ينفعش. الصلاة الرباعية. في القرآن الكريم قال ربنا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طبعا المالكية بيقولوا سنة مؤكدة، الشافعية والحنابلة بيقولوا القصر جائز، أفضل من الإتمام، يعني أفضل من بتاخد فيه الأجرين، تاخد فيه أجر الرخصة، أجر السنة، وأجر الفريضة في السفر. الخوف ليس شرطا في جواز القصر، بل المسافر أن يخسر الصلاة حتى لو كان آمنا على نفسه وماله إذا كانت مسافة القصر، مش كده؟ قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. مفيش خفتم دلوقتي، فقد آمن الناس. فقال: عجبت. عمر قال له: عجبت مما عجبت أنت منهم. يعني ما شاء الله عليك، احنا الافكار بتاعتنا بتتلاقى. فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. خلاص ربنا يسرها، بلاش نشددها. صلاه القصر تقصر الصلاه الرباعيه الظهر والعصر والعشاء، تصلى ركعتين بدلا من 4 ركعات. اما الصبح والمغرب لم تقصر. ليه؟ لانهم خفيفتان، يعني ركعتين او 3 ركعات. مسافة القصر بقى قصة كبيرة جدا. مسافة القصر أظن فيها 18 رأي يعني. بس المعلوم اللي هو 78 كيلو متر. ماشي. يعني حوالي 65 ميل أو 60 ميل هنا، مش كده؟ 60 أو 48 ميل، حاجة زي كده. هنا 48 ميل أظن بالميل، يعني بالميل البري 16.9، والبحري من الأمتار، يعني كيلو، يعني 2 كيلو لربع، يعني حوالي ميل، اللي هي المسافة هذه اللي يستطيع الإنسان أن يفطر فيها. أظن 80، إحنا معتمدين 80 هنا، 80 كيلو 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 كيلو، يعني حوالي 48 ميل أو حاجة زي كده. الموضوع اللي بتقصد منه الصلاة ده بالجمهور خاصة الصلاة يكون إلا بعد مجاوزة بيوت البلد، ولا يتم صلاته إلا بعد أن يصل إلى بيوت البلد التي خرج منها أولاً. طب ما انا احنا عندنا بيننا وبين الجاردن جروف شارع كاثيلا، ونويت اسافر انا، ورحت مسجد الرحمن بينه وبين مسجدنا حوالي 8 ميل، مش كده؟ او 6 ميل. ممكن اقصر هناك؟ يجوز اقصر هناك. مدة القصر خلينا نحلها بكلمتين كده، يعني الخلاف فيها كبير جدا جدا. يعني حنفية قال له يقصر الصلاة إن نوى الإقامة 15 يوما فأكثر، لقول ابن عباس وابن عمر: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم 15 ليلة فأكمل الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تضعا فأقصرها. الشافعية قالوا إلى أنه لا يقصر الصلاة وإن نوى الإقامة 18 يوما، لحديث عمران: غزوت مع النبي وشهدت معه الفتح فأقام مكة 18 لا يصلي إلا ركعتين. يبقى نسأله 15 ونسأله كام؟ 18.
لكن الرأي المعتمد إذا كان يعلم المدة التي سيمكثها هناك بيعمل إيه؟ بيقصر 3 أيام. طيب، وإذا كان لا يعلم يجوز له أن يقصر، يجوز له أن يقصر. نعم، يجوز له أن يقصر. اقتداء المسافر بالمقيم. وعليكم السلام، تفضل دكتور. لطفا بالنسبة للقصر، طبعا هو رخصة من الله سبحانه وتعالى، لكن افرض أنا سافرت داخلي، داخل البلد اللي أنا فيها مثلا، أوكي؟ نعم. وبعدين استراحت في الطريق، بعد أكم من ميل استراحت، شربت شاي، أكلت، بعدين رديت كملت. ألا إذا صلى الصلاة طبيعية عادي الواحد بدون ما يكون يعني مشوار طريق يعني أبو ساعتين زمان؟ طيب، إن أتممت فلا بأس، إن أتممت فلا بأس، لكن الأفضل أن تقصر حتى تأخذ الثواب السنة وثواب الفريضة، وإن أتممت فصلاتك صحيحة. الله يجزيك خير. الله يرضى عليك. اقتداء المسافر بالمقيم، المسافر بالمقيم يتم معه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما إذا صلى هو عليه لما يسلم يعمل إيه؟ يقول للناس، يسلم السلام عليكم ورحمة الله، ممكن يكلمهم وبعدين يسلم، أو يسلم السلامين ويكلمهم ويقول إنما أتموا صلاتكم فإنما نحن قوم على سفر. بيتم هو يتبع الإمام. يتم بس ما يعني قصدي يكمل مع الإمام، مثلا لو هو بيقصر 2 والإمام مثلا صلى ركعتين، يعني معاه هو في الركعة صلى 2، لاحق الإمام في صلاة الظهر وقد صلى الإمام ركعتين وباقي ركعتين. العبرة ليست بالأعداد، العبرة ليست بالأعداد، العبرة بأن هذا هو الإمام الإيه؟ الراتب، يبقى لابد أن يتبعه. يعني نعم، ما يسلمش بعد ركعتين. الجمع بين الصلاتين، العلماء قالوا يجوز الجمع بين الصبح والظهر، ولا بين العصر والمغرب، إنما بين الإيه؟ بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. إيه الحالات؟ فعرفة ومزدلفة، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش كذا؟ فعرفة الحجاج يجمعون بين الظهر والعصر عشان كثرة الدعاء بقى من بعد العصر، جمع تقديم، وكمان لأنهم على سفر. مزدلفة بيأخروا المغرب إلى وقت العشاء وبيصلوا الإيه؟ العشاء قصر، العشاء بيصلى قصر، أما المغرب فليست قصرا. في السفر الطويل يجوز له أن يجمع بين العصر الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. والجمع عندنا نوعين، جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع تقديم عند دخول وقت الظهر يصلي الظهر ثم يلحق بعده الإيه؟ العصر، أو يصلي المغرب ثم يلحق بعده العشاء، أو جمع تأخير ينتظر إلى صلاة الأذان العصري ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، أو ينتظر إلى صلاة العشاء الآخرة ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء الآخرة. نعم. معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا زاغت الشمس يعني مالت عن وسط السماء نهاية الغرب وقت وجوب الظهر، عندما تتحرك الشمس عن كبد السماء قبل أن يرتحل، جمع بين الظهر والعصر، وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر، وفي المغرب مثل ذلك، وإن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم نزل فجمع بينهما. في حالة وجود المطر أو توقع المطر كذلك جوز الحنابلة الجمع بين المغرب والعشاء، جمع تقديم وتأخير، خاصة إذا كثر الوحل وكثر نزول المطر وشق على الناس الوصول للمسجد. طبعا دلوقتي بقى الايه؟ التلج، لأنه مطلع عموته قال صلوا في رحالكم. ابن عباس قال له كده، قال المؤذن قل لهم، يقول لهم صل بعد حي على الصلاة، قال لهم صلوا في رحالكم، صلوا في أماكنكم.
لا في البيت هتجمعه ازاي بقى؟ احنا نتكلم على صلاة الجماعة في المسجد. في المرض أو العذر، الإمام أحمد والقاضي حسين الخطابي والمتولي من الشافعية إلى جواز الجمع تقديما أو تأخيرا بعذر المرض، لأن المشقة فيه أشد من المطر. في المغني، وهذا كتاب حنبلي، بيقول عنده المغني يغني، اللي عنده المغني يغني، يغني عن أي كتاب فقه لأنه جمع كل الآراء، الله يرضى عنه. ابن قدامة قال: والمرض المبيح للجمع وما يلحق به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. الحنابلة توسعوا، أجازوا الجمع تقديما وتأخيرا لأصحاب الأعذار والخائف، فأجازوه للمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة، وللمستحاضة، ولمن به سلس البول، وللعاجز عن الطهارة، ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه، ولمن خاف ضرر الحق في معيشته بترك الجمع. زي شغله، زي طالب في المدرسة وبيدخل المحاضرات من المغرب، من قبل المغرب لحد بعد العشاء، نقولوش بقى أدي واحدة قضاء والتانية أداء، قل له أخر واجمع والاتنين يبقوا إيه؟ أداء. هذا الدين عظمته في تيسيره، عظمته في يسريته، وكل ما تطلعوا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تجدوا التيسير أعمق، أعمق بكثير.